صباح الخير عليكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. بعد ساعات قليلة من القبض على مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان، واللي قدر يجمع مليون من الأهالي في شهر ونص، أو 200 مليون على الأرجح في شهر ونص بس، قدرت كمان وزارة الداخلية إنها تقبض على مستريح تاني في أسوان، بس المرة دي اتخصص في النصب على الناس في مجال العربيات مش الفلوس، علشان كده أطلقوا عليه لقب مستريح السيارات. كان معاه 10 كيلو ذهب ومبالغ مالية كبيرة داخل شقة في العمرانية في محافظة الجيزة. في البث ده هتعرفوا إزاي قدر المتهم ينصب على ضحاياه، وإيه بالظبط اللي عمله، وكمان جمع منهم فلوس قد إيه، وإزاي قبضت عليه الشرطة بعد هروبه من أسوان، وسر سبايك الذهب اللي لقيتها الشرطه معاه. خلال الساعات القليله اللي فاتت اتجمع عدد كبير من الاهالي امام معرض عربيات ملك شخص اسمه طاهر الحصاوي، مقيم في مركز شرطه ادفو بمحافظه اسوان، عشان ياخدوا فلوسهم منه بعد ما نصب عليهم من خلال اقناعهم بتوظيفها في تجاره العربيات، ورفض ردها بعد كده لاصحابها. الاهالي بعد رفض المتهم رد فلوسهم حرقوا بيت والده وابن خالته، عربية ملاكي من غير لوحات، وكسروا عربية ربع نقل تانية من غير لوحات كمان. قوات الأمن المدنية في مديرية أمن أسوان قدرت إنها تقبض على المتهمين اللي عملوا كده بعد ما سيطرت على الحريق. في الوقت ده أمر سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتحرك قوة أمنية بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام للقبض على مستريح السيارات اللي قدرت تقبض عليه بالفعل داخل شقة سكنية في منطقة العمرانية في الجيزة، وكان معاه 16 سبيكة ذهبية وزنت تقريبا 10.5 كيلوغرام ومبلغ مالي كبير، وقبضت كمان على والده وعدد من شركائه وتحولوا كلهم للنيابة للتحقيق معهم. قضية مستريح السيارات دي جت بعد ساعات قليلة من قضية مستريح أسوان اللي شغلت الرأي العام في مصر، وكان بطلها سواق توك توك اسمه مصطفى البنك قدر يستولي على 200 مليون جنيه من الأهالي في شهر ونص لاستثمارها في تجارة المواشي. وخلال محاولة الشرطة القبض عليه استشهد ضابطين من أفراد قوة الشرطة، وبعدها اتقبض عليه وهو بيحاول يهرب، وتحول للنيابة للتحقيق معاه وأحالته للمحاكمة بتهمة النصب. إحصائية كشفت قامت بها إدارة مكافحة جرائم النصب والاحتيال في وزارة الداخلية، كشفت أن عدد قضايا التزوير والاحتيال وانتحال الصفة اللي تم إحالتها للمحاكم خلال العشر سنين اللي فاتوا وصلت تقريبا 82 ألف قضية، يعني بمعدل 8000 قضية في السنة، وبلغت قيمتها ملايين الجنيهات. ده في الوقت اللي قال فيه ميشيل إبراهيم حليم وهو خبير قانوني، قال في تصريحات صحفية ليه إن الجرائم دي عقوبتها الحبس، وأقصى عقوبة ليها بتكون 3 سنين طبقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وإن جرائم توظيف الأموال والامتناع عن رد أموال المدخرين من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وبيعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، وده علشان تأثيرها الخطير على الاقتصاد المصري. ياسر سيد أحمد المحامي في النقد قدم روشتة بتتضمن 6 خطوات لحماية المواطنين من أي شركة وهمية لتوظيف الأموال أو الأشخاص النصابين، منها التوعية المستمرة من قبل وسائل الإعلام عن الاستغلال اللي بيقوم بيه أو بتقوم بيه شركات النصب والأشخاص، كمان الرقابة المشددة من قبل الشرطة لمعرفة نشاط هذه الشركات ومتابعتها بشكل دقيق ومستمر، تخصيص رقم ساخن للإبلاغ الفوري عن الشركات الوهمية، والبنوك كمان قال إن ليها دور مهم متمثل في رفع سعر الفايدة المقدمة للعملاء عشان تشجعهم أو تشجع المدخرين إنهم يحطوا فلوسهم في البنوك. بشكركم على متابعة هذا البث المباشر.